تعرف شكون المرأة اللي في ورقة 10,000 وشنو هي حكايتها؟ قبل ما نعطيك اسمها خليني نقولك اللي المرأة هذه بالحق لازمك تقدرها. المرأة التونسية هذه وسل جوجل حط تصويرتها على الواجهة متاعو باش يكرمها، وتوا انتي لازمك تعرفها شكون. هي الطبيبة التونسية توحيدة بالشيخ، تولدت في جان في 1909، ووقتها الطب كانوا الكل رجال. اما توحيدة بالشيخ سنة 1936 تولي أول طبيبة امرأة في تونس وفي المغرب العربي الكل، وحلت يديها باش تداوي الناس الكل اللي نسماوها طبيبة الفقراء، وشدت مناصب في الدولة وساهمت في سياسة التنظيم العائلي في تونس. كان في بالكش كانت من الرجالات والنساء اللي بناوا الدولة قبل وبعد الاستقلال، وحاجة تشرف أنه في تاريخنا عنا امرأة هكا بألف راجل. لذلك انشر المعلومة وانتي